أتوجه بسؤالي إليكم حول يعني هذا المشهد الذي وصفه الذي ورد في الإنجيل وتحدث به الآن الأستاذ شمس. هل كان هذا المشهد متقبلا في ضوء ما يعرفه الكتبة وعلماء الشريعة عن نجاسة الزنا؟ وهل اعترض عليه أحد في ضوء الأناجيل؟ أم أننا فقط نحن الذين يعني نعترض؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني طبعا أن هذه الحادثة التي ذكرها مولانا شمس الدين من العهد الجديد، هذه يعني طبعا غير مقبولة حسب الناموس وحسب الشريعة وحسب أعراف المجتمع الذي كان سائدا هناك وعند الكتبة والفريسين أيضا. لم يكن هذا الأمر وهذه المشاهد مقبولة عنده، وهي مناقضة لكل معايير الطهارة والعفة التي يعرفونها، لا سيما التي يجب أن يتمتع بها أيضا النبي. المشكلة أن القمص زكريا بطرس يأتي لنا ببعض القصص التي يذهب في تفسيرها كما يحلو له وكما يشاء من أجل الطعن في عفة وطهارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتهمه بأنه همه كان النساء، وأنه يتهمه بالشذوذ لمجرد أن أحد الصحابة أراد التبرك منه والتصق به والتصق بجسده. فإذا أردنا أن نأخذ يعني معايير القمص الزكريا للطهارة والنجاسة، أو أردنا أن نأخذ منطق القمص زكريا بطرس يعني والحكم على الكثير من أحداث التوراة، سوف نجد بأن حتى يسوع الإنجيلي، يسوع الذي يؤمن به القمص نفسه بأنه نبي أو أنه إله وابن إله، لن يسلم من هذه التهم، من تهم يعني عدم العفة وعدم الطهارة. وهذه القصة التي ذكرها مولانا شمس الدين هي إحدى هذه القصص. هناك قصة أخرى التي تتحدث عن الزانية التي تساهل معها يسوع الإنجيلي وقال لها: ولا أدينك أنا أيضا، فاذهبي ولا تخطئي. فيعني كيف يمكن ليسوع أن يتساهل مع هذه الإمرأة الزانية التي أمسكت متلبسة بالجرم المشهود في الزنا، الذي هو معروف أنه يتناقض مع كل قيم الطهارة والأخلاق، ووفق يعني هذا وفق الناموس والشريعة المسوية والشريعة التي يؤمن بها يسوع نفسه. فطبعا هذه الأمور لم تكن مقبولة كلية ومتناقضة لقيم الطهارة والعفة التي نعرفها. كيف يمكن ليسوع أن يتساهل في هذه الأمور؟ فنرى بأن نفس التهم التي يكيلها القمص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نأخذ بمنطقه ممكن أن نكيلها أيضا بيسوع الذي هو يؤمن به. وهذه القصة التي يعني تحدث عنها مولانا شمس، عن الإمرأة الزانية الخاطئة التي جاءت إلى بيت الفريسي سمعان وكانت تمسح بدموعها وشعرها بأقدام يسوع، نرى بأنها كانت يعني صادمة للذين رأوها، وحجر عثرة أمام الناس لقبول يسوع بأنه نبي. فماذا قال سمعان الفريسي في هذه القضية؟ قال يعني يقول لوقا عن هذه الحادثة: لما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك حدث نفسه قائلا، ماذا قال سمعان لنفسه؟ لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه المرأة التي تلمسه وما حالها، فإنها خاطئة. يعني سمعان الفريسي لم يقبل به كنبي بسبب ما رآه وما يصدر من يسوع من قبوله بهذا المشهد، بأن تأتي هذه الإمرأة الزانية وتمسح شعرها ودموعها بأرجله وأقدامه. الآن فلنقارن بين هذه الحادثة والحادثة التي أوردها أيضا القمص، بأن هنالك أحد الصحابة ألصق جسده بالرسول صلى الله عليه وسلم ربما لحبه ولتبركه له، ولكن القمص لا يذهب إلى هذه التفسيرات. هذه المشاهد لهذه الإمرأة الزانية التي تمسح بدموعها وشعرها بأقدام يسوع المسيح أصعب بكثير من حيث قيم العفة والطهارة التي يجب أن نتحدث عنها، ولكن القمص يتغاضى عن هذه الأمور. فالمعايير التي يأخذ بها القمص العفة والطهارة تزيل كل قيم العفة والطهارة من يسوع الذي هو يؤمن به. ف
فهذه الأمور يجب أن يتنبه لها كل الإخوة المسيحيين وكذلك كل المسلمين الذين يقعون في فتنة هذا القمص، وعليهم أن يعرفوا هذه الأحداث الموجودة أيضا في الإنجيل، فلا يظنوا بأن الديانة المسيحية أفضل من الديانة الإسلامية في هذه القيم، وأن يسوع هو أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل سيدنا محمد هو قمة الطهارة وقمة العفة. وهنالك أيضا حادثة مشابهة أيضا حدثت في بيت عينيا، أيضا في بيت سمعان الأبرص، التي جاءت هنالك أيضا امرأة زانية وبدأت تدهن بعطرها على رأس يسوع. فهذه الحادثة أيضا يعني استاء منها التلاميذ بأنفسهم، ماذا يقول متى عن هذه الحادثة؟ فاستاء التلاميذ لما رأوا ذلك، وقالوا ما هذا التبذير؟ فقد كان يمكن أن يباع هذا العطر بكثير ويوهب الثمن للفقراء. وإذ علم يسوع بذلك قال لهم لماذا تضايقون هذه المرأة؟ فقد عملت بحسنة. إذن يسوع يقبل ما لم يقبله هؤلاء تلاميذه، واعتبروا هذا تبذير واعتبروه إسراف. إذن إذا أردنا أن نأخذ بقيم القمص ومعاييره ومنطقه، ممكن أن نتهم هنا يسوع بأنه يقبل التبذير والإسراف وكذلك عدم العفة والطهارة التي ممكن أن نستشفها من هذه الحادثة. فنقول للقمص زكريا بطرس الذي بيته من زجاج فلا يرمي الآخرين بالحجارة، لا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة، لأن بيته وإيمانه ودينه لن يسلم من هذه الحجارة أيضا ومن هذه التهم التي أنت تكيدها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تواصلوا معنا عبر العناوين التالية.